فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طفنا طواف الوداع ولكني مرضت فلم أستطع أن أخرج من مكة مباشرة، بل مكثت قرابة 7 ساعات حتى تعافيت ثم خرجت، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كنت بت فيها بعد الوداع ينتقض الوداع فتعيده، أما إذا كان مثلا بقاؤك فيها لأجل التهيؤ للسفر وإعداد العدة للسفر وجمع تحميل العفش وما أشبه ذلك، أن تشتغل بالسفر فلا بأس، ما ينتقض الوداع. لكن إذا جلست فيها للراحة مدة طويلة أو نمت لا ينتقض وداعك، لا بد من إعادته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.